التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، واشواطنا تتواصل وتتوالى. بعد الانتهاء من الاشواط المفتوحه بدات اول اشواط الانتاج والمنتجين للحقائق في صباح هذا اليوم، وينطلق الشوط الثالث عشر في مجموع اشواط صباح هذا اليوم، وهو الخاص بالابكار الانتاج واول اشواط الانتاج في هذا الصباح في هذه الانطلاقات هنا في ميدان دستور ليحمل الابكار الحقائق في الثلاثه كيلومترات، والتنافس على شرف الفوز والناموس المركز الاول. وهذه زعفرانه، زعفرانه تسيطر، مكتوم بن الشيب السبوسي تتقدم على المركز الاول، محبوب اهتاتي في المركز الثاني، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي المركز الثالث، وهذه سمحه لراشد بن سعيد بن سالم الشمطي الكتبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. أما المركز الرابع أشوف رابع المراكز أميرة تاتي في هذا الانطلاق، محمد بن ساري بن بلوش المزروعي يتقدم، بينما المركز الخامس خامس المراكز ياتي شعار غاصب بن محمد المزروعي مع سمحة 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 سمحة. المركز السادس سادس المراكز، شوف اللي وصلت، هذه من اللي وصلت لحامد بن عبد الله بن سليم الدرعي تتقدم، بينما المركز السابع وهذه اللي في المركز السابع العنود سالم بن حمد العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس المركز الثامن من الجانب الآخر، شوف اللي وصلت اللي تحركت، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، هذه دغشة محمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي، والمركز التاسع تاسع المراكز تقدمت في هذه اللحظات سرابة لسيف بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، والمركز العاشر وصلت رقم خمسة هذه لراشد بن محمد بن راشد بن غدي الكتبي، تتقدم معايير اللي تاتي في هذه اللحظات في هذا الاندفاع. عودي إلى المراكز الأولى، أول شوط الانتاج، أول أشواط الانتاج والمنتجين، بن مفتاح مع نوعية النخلي، بن مفتاح يروح بناموس، هذه محبوبة محبوبة محبوبة، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي تتقدم مع محبوبة اللي تسيطر على المركز الأول وتتقدم. المركز الثاني ثاني المراكز وصل بن بلوش، وصلت أميرة مشاهدينا متابعينا الكرام اللي تتقدم في هذه اللحظات على ثاني المراكز، وهذا محمد بن ساري بن بلوش المزروعي يتقدم، والمركز الثالث تحرك تحرك ادغشه ادغشه محمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع التحرك والتقدم معايير لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، شوف اللي وصلت، الله يا اعمار اعمار لراشد بن عبد الله بن حمد المنصوري تتقدم اعمار، يا سلام الموقف حساس، ثلاثيه رباعيه جميله، اعمار واميره اميره واعمار، التنافس ما بين المنصوري وبين بن بلوش المزروعي، أعمار أعمار أعمار، وأهالي السلع أهالي غياثي يقدمون أعمار 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 أعمار، راشد بن عبد الله بن حمد المنصوري تهانينا على فوز أعمار بالمركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني من وصلت في دغشة محمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي، المركز الثالث وصلت في معايير لراشد بن محمد بن راشد بن غدير، المركز الرابع
أميرة وصلت في المركز الرابع لمحمد بن ساري بن بلوش المزروعي، المركز الخامس حبوب العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي. هكذا كان الشوط الأول، شوط الانتاج والمنتجين كان فيه تنافس وأثارة، ولكنها أعمار لها إنجازات. قبل ذلك على ميدان دستور فقبل أسبوع أو أسبوعين هنا فايزة بالمركز الأول، واليوم تعيد هذا الفوز. تهانينا لمالكها. توقيت الزمن يا 4:33.3 من الثانية، توقيت جميل ومميز. تهانينا لمالك أعمار راشد بن عبد الله بن حمد المنصوري في هذا، وسلام لأهالي السلع سلام في هذا الصباح الجميل. المركز الثاني 4:33.5 من الثانية من حلت في المركز الثاني. هذه تغشى نافست من البداية محمد بن سعيد بن سالم سعيد الهاشمي أيضا بتنافس جميل. والمركز الثالث 4:33.6 من الثانية، هذه معايير اللي في المركز الثالث لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا. هكذا كان أول أشواط الانتاج. تهانينا والناموس للجميع.